فمليون مبروك لليابان الشقيقة إنها كسبت على منتخب البسكليتات الملقب سابقا بالمكن الألماني. وانتوا عملتوا نفسكم صحاب قضية ومتصورين عاملين كده وبتاع، ومعرفتوش تلبسوا الشارة لمجرد إنذار. انتوا قضيتكم خسرانة قدام كارت أصفر، يعني انتوا مش صحاب مبدأ أصلا. فالفلوس بترجعكم عن كل حاجة انتوا بتحاولوا تعملوها. تاني حاجة، كارت أصفر خلاكم من صحاب قضية أصلا، فالمكان الألماني بقى بسكليتات للأسف. فعشان كده تلاقي الناس كلها دلوقتي النهارده قلبها يابانيين، وده أكبر دليل إن أنتوا الفكرة اللي أنتوا بتروجوه لها ده فكرة قلة مش فكرة الأكثرية في العالم. الحمد لله رب العالمين. أنا مقتنع جدا إن مهما كان الإعلام بيضغط عشان يكتم الأصوات الصحيحة عشان تبينوا الشذوذ والأفكار المتخلفة دي، فالحق دايما في الآخر بينتصر، يعني بطريقة أو بأخرى، حتى لو مش حق كامل ومطلق بس جزء منه بيظهر يعني. فألف مبروك لليابان، احنا كلنا فرحانين طبعا. الكمبيوتر الياباني هزم البسكليتات الألمانية، فاحنا كلنا فرحانين الصراحة. وتروقتوا وقضيتكم خسرانة وفرقتكم خسرانة، ويعني كل حاجة عندكم خسرانة، وطلعتوا بره الكورة والرياضة، دخلتوا في أفكار متخلفة. يعني البسوا شارة مثلا للمجاعات، البسوا شارة مثلا للسوريين، البسوا إشارة للفلسطينيين مثلا، البسوا شارة اللي بتعملوه في المناطق في العالم كله، مناطق معينة وبتستغلوها، وجو استعمار بس بطريقة تانية يعني. فما تجوش تحاولوا تروجوا الفكرة، فكرة هي مش أصلا قلة في العالم، وتحاولوا تعملوا لها قيمة وهي ولا حاجة. وأكبر دليل الفلوس، كارت أصفر وقفكم عند حدكم. ألف مبروك للكمبيوتر الياباني، وهارد لك للبسكليتات لما يرجعوا تاني مكان ألماني كده زي ما كنا نعرفهم. ها، شفاينشتايجر بقى وإيفنبرج وأوليفر كان والناس الوحوش دي، نبقى نشوف هنشجعكم تاني ولا ايه. السلام عليكم.